المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، والذي تزامن مع ذكرى المولد النبوي، يسر جمعية الوفاق الرياضي لحمام السباح أن تقيم حفلها السنوي للموسم الرياضي 2017 لتتويج أبطالها، كما تهنئ باقي المنخرطين الذين لم يحالفهم الحظ والذين أبانوا عن حسن سلوك وتنافسية شريفة تعتبر تتويجا في حد ذاتها. باسم مكتب الجمعية وكافة المنخرطين أتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيوفنا الكرام، وخصوصا الذين حجوا من خارج مدينة الدار البيضاء وتكبدوا عناء السفر ليشاركوننا هذا العرس الرياضي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الروح الأخوية التي تجمع الغيورين على هذه الهواية الشريفة. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى مدير دار الشباب وكذا رئيس مجلس الدار وجميع موظفيها دون استثناء على الدعم المعنوي الذي يقدمه للجمعية في سبيل إنجاح نشاطها. كما أشكر مرافقي الحمام على المجهودات التي يبذلوها حتى تمر المسابقات في أحسن الظروف. كما أعلن الحضور الكريم خاصة عن نفسي ونيابة عن كافة المنخرطين أن جمعية الوفاق تمد يدها لجمع شمل مدينة الدار البيضاء وإلى كافة الفعاليات التي ترمي إلى النهوض برياضة حمام السباق، وذلك بإنجاز حلم جميع الهواد المتمثل في جامعة تصور وترقى بهوايتنا المفضلة. أختم كلامي هذا والسلام على المقام بالله مولاي صاحب الجلال نصركم الله وأيدكم وأدام بالصالحات ذكركم، حفظ الله مولانا الإمام بما تحفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه ذخرا لوطنه وشعبه، وأقر عينه بولي عهده مولاي الحسن وكافة أفراد الأسرة الملكية المجيدة، إنه سميع وبالإجابة قدير، والسلام على المقام العالي بالله. كنتم مع حفل كلمة الحفل لرئيس جمعية الوفاق الأخ والسيد محمد الصوراوي في أكبر حفل تجمعي بمدينة الدار البيضاء. إلى هنا نستودعكم الله وفي أمان لقاء بكم مرة أخرى ومع حفل آخر. في أمان الله.